هؤلاء هم الحراس الشخصيون للنائب الأفغاني أمير غول شاهين. في 17 يونيو حزيران الماضي انهالوا بالضرب على بائع متجول، اتهموه بأنه قام بشتمهم. بعد الحادثة ألقت الشرطة القبض على الحارس. العديد من مستخدمي الإنترنت الأفغان يتهمون النواب بأنهم يعتبرون أنفسهم فوق القانون. عبد الله سلجوقي صحفي متخصص في نشاطات البرلمان الأفغاني. ليست هذه المرة الأولى التي يحصل فيها اعتداء كهذا، وصراحة لا أعتقد أنها ستكون المرة الأخيرة. مثلا ذات يوم قامت النائبة حما سلطاني بجلب أطفال يعيشون في الشوارع إلى بقالة لتشتري لهم بعض الحلوى، طلب منهم البائعون المغادرة، فغضبت النائبة واعتدت على الموظفين ثم قامت بكسر نوافذ المتجر. كما أقدمت مؤخرا النائبة بارفين دوراني على ضرب وشتم جنود طلبوا تفتيش سيارتها عند أحدى نقاط التفتيش. يوجد عدة حالات مماثلة والقليل جدا من الملاحقات القضائية. لا توجد إحصاءات عن الانتهاكات ولا يتم إدانة النواب إلا في حالات نادرة. الحالة الوحيدة المعروفة تتعلق بالحارس الشخصي للنائب فرهد مجيدي الذي أدين بالسجن لبضعة أشهر في العام 2017 بعدما أقدم على قتل رجل شرطة. هناك العديد من الأسباب التي تفسر هذا السلوك لدى النواب، من بينها هو أن الدستور يمنح الحصانة البرلمانية للنواب والتي يمنع بمقتضاها ملاحقتهم بسبب القرارات والمبادرات التي يتخذونها في إطار عملهم كبرلمانيين. وهناك سبب آخر هو أن العديد من النواب كانوا زعماء حرب سابقا وينتمون إلى النخب الإقطاعية، فيعتبرون الأفغان بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية. ما تشاهدونه في هذه الصورة هو جزء من جليد سكافتافيل الذي يقع جنوب شرق أيسلندا. تم التقاط هذه الصورة في 2012، أما اليوم فقد اختفى جزء من الجليد كما تظهر الصورة. حارس غابات أيسلندي هو من التقط هذه الصور، ففي كل سنة بين شهر فبراير وأبريل يلتقط نفس الصورة للجليد من نفس الزاوية، وذلك خلال الثماني سنوات الأخيرة. جود فينا أدال جيرس تودير باحثة متخصصة في علم الجليد. تقريباً كل الكتل الجليدية حول العالم تتعرض لذوبان. في إيسلندا من السهل جداً الوصول إلى الكتل الجليدية، الناس يعيشون قريباً جداً منها. مساحة الجليد التي تعرضت للذوبان تبلغ 750 كيلومتراً مربعاً، ما يعادل 100,000 ملعب كرة قدم. هنا جليد بريدا ميركور جنوب إيسلندا، بينما هو يذوب أخذ يتحول شيئاً فشيئاً إلى بحيرة، فتوجد الآن بحيرة كبيرة في المكان الذي كانت تقع فيه الكتلة الجليدية. في إيسلندا وفي أغلب مناطق العالم بات حجم الكتل الجليدية يتقلص. هذا يعني أن الكتل الجليدية أصبحت تصب مياهاً متجمدة في البحار، ما يتسبب في ارتفاع مستوى سطح المحيطات. في العديد من المناطق في إيسلندا انخفض مستوى الكتل الجليدية حتى وصل إلى المزارع. المزارعون الذين يعيشون هناك التقطوا صوراً لها بجانب بيوتهم. إذا استمرينا في إصدار الغازات الدفيئة واستمرت درجات الحرارة في الارتفاع، الكتل الجليدية ستختفي في غضون 200 أو 300 سنة. العطلة الدراسية محفوفة بالمخاطر بالنسبة للفتيات في غينيا، لأنها فترة تكثر فيها حالات ختان الإناث. القانون الغيني يحظر ختان الإناث، لكن تبقى هذه الممارسات منتشرة بكثرة بين العائلات، حيث تتعرض لها أكثر من 90% من الفتيات. وقد تجندت مجموعة من المواطنات الشابات لحماية الفتيات والمراهقات من هذه الآفة الاجتماعية. مراقبتنا حاجة إدريسة با تنشط في منظمة للدفاع عن حقوق النساء. لقد تطوعنا لتنظيم نشاطات توعية لفائدة أمهاتنا، لأن الأمهات هن اللواتي غالباً ما يكن متورطات في ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. نقوم بزيارة العائلات لتوعيتها، ونقوم كذلك بتبادل أرقام الهاتف معها حتى تتمكن من إبلاغنا إذا حصلت حالات ختان لفتيات في حيها أو بالعائلة نفسها. بدأنا هذا المشروع
المشروع منذ شهر. نحن متفائلات لأننا تلقينا اتصالات هاتفية من زميلاتنا في مختلف الأحياء، وقد أبلغتنا عن حالات ختان مرتقبة. بمساعدة جمعيتها نظمت حاجة إدريسا با حملات توعية مشابهة لمكافحة ظاهرة زواج القاصرات، تمكنت من خلالها من منع أكثر من 30 حالة زواج، وهي تأمل اليوم في أن تلقى حملة مكافحة ختان الإناث نفس النجاح. سننتقل من مرحلة التوعية إلى مرحلة المعاقبة. في حال اتصلت بنا فتيات وطلبت منا منع حالات ختان مرتقبة، سنأتي ونجلب معنا الشرطة حتى تقوم بإلقاء القبض على العائلات المتورطة. وإذا حصل أن تعرضت الفتاة إلى الختان، فيجب أن يمثل المتورطون أمام العدالة، لأننا لن نسامح ولن نقبل بأي حالة ختان للفتيات في غينيا اعتباراً من هذا العام. بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من برنامج مراقبون. يمكنكم التواصل معنا عبر موقع مراقبون وكذلك صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.